لله رب العالمين. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مد الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الملامة أو النفور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. ميز الأشياء بأضدادها فبالذل عرف الحرور، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مده للعقل هدور، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك في الزبور، هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، ولو اتبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا بدر البدور، وعلى الصحب والآل ومن تبعهم، وقنا بحبهم كل الشرور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد حاكم سيد، ممثل رئيس الجمهورية السيد ماكسال، السادة العلماء الأجلاء، الأئمة الأفاضل، أيها الحفل الكريم، آبائي وأمهاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. فباسم الخليفة العام الشيخ عبد الله باكر باسوان، وباسم أسرة آل سوان، نشكركم جميعا غاية الشكر على وجودكم معنا لإحياء انتقال الولي الصالح التقي الورع فقيد الإسلام شيخنا الشيخ محمد سالم سوان رضي الله عنه، القائل في حقه: يا منكرا ذوقنا طعم الولايات، لقد شربت شراب القوم مرات، وكنت منتظما سلك الأولى سبقوا، اليوم يومي والأوقات أوكاد. إخوة الأعزاء، إن السلام هو الأصل في العلاقات بين الأشخاص والمجتمعات الإنسانية والدول، لأن الأصل في الحياة هو السلام، والبحث عن أسباب الأمن والاستقرار والرقاع، والبعد عن كل ما يؤدي للخراب وتدمير القوة وتبديد الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. السلام هو أمان الفرد على النفس والمال،
وهو معنى عظيم لا تتحقق طمأنينة الفرد والمجتمع واستقرارهما إلا بالسلام. السلام هو حالة الهدوء والسكينة، لذلك كان اختيار الخليفة الشيخ عبد الله باكر بن باسوان على عنوان زيارة هذا العام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفقير المرحوم الشيخ محمد الصالم الصوان الذي قامت من بين عالمه معالم الدين وبه كان أهله، وهدوا إلى صراط المستقيم، وقاموا بتربيته على هدى من ربهم، ولعلهم يكونوا من المفلحين. إن الله تبارك وتعالى سيرحم هذا الموضوع لكون النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومنه أيضا من سن سنة سيئة فعليه وجره ووجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأحسنوا أيها المسلمون، إن الله مع المحسنين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. السلام ورحمة الله وبركاته. انت ينفل كليفولا لك لك على ليامر أي مني على نوامون له من الدول جي أهل سوان أطه يا إيتالينا أبا سليم على الشيخ أحمدنا رحمتنا أحمدنا رحمتنا كليف ويندي كالوبيا تللا أكاسي يمكما كون منا كلا ليروك ويوم يسوك من سوره من كل يوم ولا سنة على هاي السؤال للنحو وعلى هاي السؤال للنحو يقفاتي والنتالب نعم والنبي تنبي عليه منك ومن بيسي وتيتكون فند من بيع بل النحو تنبي تحية من وتما كان كنتم كان كنتم كان لا كنتم كان كنتم كان كنتم ألا بذكر الله تتمئن القلوب نبي على يا ديني من العين وليك يا ديني نبي على أخياك من العين موته كان كنتي فلا تبني سنة كتولة ينكيسا مساتي كتولة شيخ أحمد كذا لنتون كن من ناكنك من كذا من سكون ناكن دم أبي فمالا نميل محمد دمين يمرا ميل دقمين أكابا كن دم أبي نبكن برسي كن دم أبي كن دم دلو سنبالا كتا نبرسي باكا مدام برسي أكابا كن دم أكابي كمانور كن دم من يعلم قيل إن جلك سيوم ناتا كليدكم ألم كيدكم كلام صلى الله عليه وسلم كيدكم كليفا وتما محمد سالم نسمع كل كلمة ما لفهم يكرس محمد سالم المريم يجد عمله مكر باونه محمد سالم من مني الجمال ولا كبير ما نعطى الجمال الدنيا الدنيا متعلق قوتها هم اللي في كديا أقوم بكل على الدنيا مفهوم من سين لكل عجل كتاب سوى في واتو لبعض أقوم من سين من يافو
3h du matin lañ dajé ak mom
ñanjam koutal te bi ñoo tassa mo def baax lol yon duataay ne fana te ñaalal nañu ko naata fana bu mu ñewé mo sambaay dem ci khalifa bi duatalé ñaanal ko fam 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 ñaan ko bu baax momi mom mo jey neena ko santul doom adama yo do sant yalla di te sen discours waxna lepp lolo tax ñoo dañu doyul mo tax micro bi imam demba na ñaanal mbolo mi ñaanal gouvernement bi yalla meñu fekke dewen ndaw jey melni inshallah rabbi yalla meñu jamm ci rew mi may jamm ci aduna bi kon nak imam demba mu ngi ñal askan yi mbé nga fa baba almani simal kessu jatta kende yalla ma moy de yalla وخالقي وأني
علي موهوب على المصطفى المرتضى من نسل ياسمين اسكي ذل جعفر وزر لقران وجفر لكاظم على المصطفى المهجر من نسل هاشمي وخصص fundo be khalifo kanya wanya atale fundo be nyin kafo kan katambalila aliya kan nyawanya atale yalikanu katambalila aliya kairo ngani ay nyawanya ay kairo min ngani aliya wala warta katambalila wotuma kala kondondiro sindal manala duwa nyima jannembe bulala ben kono bide man la fika kumo jamfandi kumpo min balila Sheikh Muhammad Salim nala dimbaya go bindo kumpo le bolalla mi yale kumba Muhammad Salim to malon fal bi dake na ko Muhammad Salim barim be kumbo bolalale kumbo min balila se Abdullah Karamba do mune yatine ka se Abdullah Karamba suane bimbo kumbo bolalale kumbo min balila alhaji Muhammad suane na do kolu to mune yatine kiraten bimba kumbo bolalale كله كان سالما محمد زالم كله كان سالما محمد زالم كله كان سالما محمد زالم محمد زالم محمد زالم محمد زالم محمد زالم محمد ta ziyarete yekiro kamunela iko kana kadwa mama ya munketa a sheikh muhammad salim suwane ana badi sawantel mumebe kiliro yinketa wa kafo nyin barko le yin kafo bendi warana kumayata akallankeyata barko dor annunna alfalu yesilo min walan yen wolamu kakila sallallahu alaihi wasallam la taran silo bara ni ko kila la taran silo wolamu alquranu ti anada sunna kamol kiri kana ka dua nin alfa façon liya ni muslimé sawante liye nin karmo bala dino kon wala mukilat sallallahu alayhi wa sallam
وتنا الفاد ما دلوا وما أدلوا. فهذه القصيدة من بنات قريحة الشاعر المنكسر الخواتر المعروف بالتقصير شعيب سواني ذو الإصرار في الكبائر الراجي غفران ربه والعفو من الغفور في تقريض الشيخ الهزيز الغندري في الولي العارف بالله الفاني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الحاج عبد الله بابا كرم أسواني في مدينة سواني أطال الله بقاءه وأمده بالصحة والعافية. فقلت مستعينا بالله أأغتدي لزيار الشيخ ذي الفضل أم السرى في جناح الليل بالجمل إلى زيارة من قل الشبيه له في العلم والفهم والإحسان والطول إلى زيارة من ذاعت معاشره شرقا وغربا لدى الأوتان والدول إلى زيارة من جمت فضائله فاقت مراتبه عن يد ذي الأمل إلى زيارة من جمت فضائله فاقت مراتبه عن ذي الأمل بابا كرم أسواني لا أحد يفوقه في عباد هيبة صاحب التقوى ومرتبة لدى البزل شيخ مرب وهاد ناصح حكيم معلم مرشد ذو الجود والنحل اهتدى من نورها البشر هما فر صوب التقى يا عم وجلي ربيت اهلك في حب الاله فاربى سواه من الاموال مدينتكم هذه مدينة تعليم وتصفية من جهد ذا الرجل قد كنت بدرا لأهل الدهر ترشدهم إلى الهدى يا خليفة الصدق والعدل نبي ضل مذهبه يعصي ويلعب بالإسلام والسبل أمس كما يرى كم بدعة عمت الأقوام تشتعل أدفأتموها بماء العلم والعمل لكم من الله ميثاق استجابته لما دعوتم وما قلتم من القول قد ساقني لزراكم حب رؤيتكم وحب وصلتكم يا مطرد الفشل وليس لي مقصد من غير دعوتكم من عند معبودكم يا فاقد المثل فعش خليفة قوم نلت عافية عمرت عمرا طويلا ما هي الهزل هذا شعيبكم قد جاء مادحكم بتلك القصيدة كي أخفى بها عملي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حضراتي السيدات والسادة حضراتي الشيوخ الأجلاء فضيلة الأسرة السوانية المباركة التي نحبها ونحب لها ونحب قريتها التي تسكنها حضرة الخليفة
الشيخ الحاج عبد الله كرم باسواني حفظه الله ورعاه وأيده ونصره وأطال بقاءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، لم أكن أنتظر أن آخذ ولو أن ألقي ولو كلمة واحدة، لم أكن أنتظر ذلك. الناس وأنا هذا يعرف أنني لم أتي لي ألقي أي كلمة، جئت هنا في هذه المدينة المباركة السالمية السوانية حباً وعشقاً ومحبةً ورجاءً وطلباً للدعاء. اليوم لما سمعت بيتين من الشيخ الأكبر الولي الصالح والتاجر الرابح الشيخ محمد سالم سواني رحمة الله عليه، وهو يقول: يا منكراً ذوقنا طعم الولايات، لقد شربت شراب القوم مراتي وكنت منتظماً سلك الأولى سبقوا، اليوم يومي والأوقات أوقاتي. قلت له: صدقت لم لا وقد حزت الكرامات، صدقت لم لا وقد حزت الكرامات، صدقت لم لا وقد حزت الكرامات. وقلت: تيقن الأولياء طرا وقد شهدوا بأنك الدهر من أهل الولايات. صدقت لم لا وقد حزت الكرامات، ويل لمنكر طعم الشيخ مراتي. إذن فهذه حضرة، هذه المرة هي المرة الثانية بالنسبة لزيارتي إلى هذه المدينة. لما عزمت أنا رأيت رؤيا عجيبة جدا للشيخ الحاج كرم باء شيخ الخليفة، ولما استيقظت وأخبرت أحد الشيوخ بهذه الرؤيا قال لي: هل تعرف هذا الشيخ؟ قلت: نعم. قال لي: عليك أن تذهب لتراه. أنا رأيته وهو جالس على سرير فوق سطح داري، وبيده سبحة كبيرة جدا، تلك الألف حبة، ويفعل هكذا، وبجانبه طائرة خاصة له. يأتي الناس حينما يدعو لشخص يدخل في الطائرة ويذهب. هناك أمور لا يمكنني أن أذكرها هنا، ولذلك قلت في حقه: لو سمحتم، قلت في حقه الشيخ الحاج كرم باسواني، الشيخ الحاج عبد الله كرم باسواني كل بيت له حرف، لكل حرف له بيت خاص. أخلايا عوجا في مدينة سواني، وبقعتها زورا بدون تواني. أخلايا عوجا في مدينة سواني، وبقعتها زورا بدون تواني، لساحتها شيخ كريم مكرم عليم حليم فارس برهان. خلافته نور ويحيى عن سنة،
وخدمته للدين في الملوان لألحاد عبد الله مفخر أهله كرم باصوان القرن شكر الزمان على الزمان أن يشكره يؤدب ناسا بالعلوم وبالتقى وبالهمة العليا وحسن بيان فما عرفت كازا وسيج وغيرها مثيلا له في جوده وأماني توارى عن الأتباع كل رذيلة وجهل بجهد منه كل ثواني أفاد جميع الناس علما وحكمة وأخرجهم من ظلمة وهواني لوى عنهم سبل الضلال وكبريا وأبصرهم أعلى سبيل الجنان حمى قومه عن مفسد ومضرة ومكر وضيع خائن وجبان إذا احتوت الأشياخ صيتا ومفخرا فذا الشيخ يعلوهم بطيب جنان جوانبه محمية من إلهنا فلا حول للإبليس في كسوانه عممت بني الأرض طرا تمدرسا وتربية رشدا وحب قرآن بنيت عبادا للعبادة أنجما ويحيون بالإيمان آية المثاني دواؤك يا شيخي لقاس فؤاده هو العلم والأذكار كل أواني أعين ترى يوما مثيلك في الثرى أعين ترى يوما مثيلك في الثرى ويعجز عما قد تليق لساني لك العلم والسر العلي وهيبة ورؤية من قد ناب خير الكيان لك النور حتى يستنير به الذي يحبك حبا أو يرى بعياني هدمت ديار الجهل والشر والهوى ونفس وغي عن مدينة سواني كفاك الذي أولاك ربك مفخرا كما افتخر الأخيار كل زمان رميت غنى باريس يا شيخي خدمة لربك في الإسلام دين الأمان مدارس هذا الترب مدارس هذا الترب أشعلت نورها وأحييتها في سنة وقرآن بهمتك العليا انتهيت بهمتك العليا محوت جهالة وأملأت صدر العبد نور المعاني أتيتك من أجل الله زيارة بها أرتدي أن حصت خير عواني سلام من الله الجليل جلاله عليكم متى يصغى لصوت لذاني وينصركم نصرا عزيزا مؤزرا ومتعنا فيكم بطول زماني أصلي على خير الرسول محمد وآل وأصحاب لظل لظل الجنان نسجتك من الياقوت روح قصيدتي فخذا إليكم من صميم جناني الشيخ محمد سالم سوان قلت في حقه اليوم فإني بحمد الله في أبي سالم محمد من كتاب حامل خيري فذاك الذي قد قال في در شعره وفي القدس سماني محمد سالم تشرفت هذا اليوم إذ زرت أرضه مدينة سوان أرض علم وعالم فطوبى لهذه الأرض طوبى لأهلها مؤسسها في الملء ليس بنائم وفي الدرة البيضاء حاز فضائلا ويعرفه فيها كرام العمائم وخصصه الرحمن سرا معظما به ميتا يحيي وعمي البهائم ولايته كالشمس تجلو لعاقل لقد ذاق ما قد ذاق أهل المعالم وفي الملأ الأعلى علي نصيبه فليست تحيط الشيخ أبيات ناظمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعتذر رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
na kumo folo la huto barakola na tentu ate ala da fengoli be mario tasali ala kilama dunia ni al kiyama kunati amolla alifa ila natu ala la ne manyon tango be tongo miye ana la kiso anim barko mi mandan dula kalu konton musul ma be la ni be l'islam ya kontoro kumolula comme banke la le minu tambita tanje muyeta ya madmo minbe kan wala muka ya maro futandi barne wonte bi diamo be ko yaare mbuluba bardu ado le msani fonga kele ni wonte bi de adiamo be ko yaare mbuluba bardu wanya fereti je foko ya maro futandi mbe ala tantu be wala to tonya la bengo mansaba niye moya bunya ay moya kanu apareta kahina moya nga ala tantu mbe minna ziyare la muhammad salim mukilalula nga ala tantu muhammad salim karandilalula bar nga ala tantu moluna muhammad salim yelinu karat nga ala tantu muhammad salim fawo jatu nimbeketa moyae kayeti nimbeketa badiyae kayeti nimbeketa dinoe londirani oto nyimbengo kana wabarake kelalu kana ke nimbara kana ke tendu kana ke jeyi nyinyala ala minketo imam kutu akan fo ya jandanda furata nyinyo alhalo asetinefula wulu tinefula tinefolo wala mu mod salon ko ala hina ka moya ikare ko di ala tine fula jamo momo di pare ke kan tina la ni ni jongo ni je isa ni mu hatlo de momo ni pare te fan tina la wala pare te fan tina la moya ni ni jongo ni je yaji ndongol moy isaba sehati ma ya wala tin njimbe ngoli ya nafaso ni wante njimbe ngoli ke dara imam keo ala la molu mu ala tan imam da ka su kwato min ay min be sata aman keri keri ta ku keri ma dole sata akoni mi ya nakumo soso itela ma khala muta limbe kheri bari nda ngi mbo wala ama fo fen kamade ku kheri mbandi wala bari bi ka monu kumandi moni yebbe na tete na fa bi mba so na fa fula alu wallonje musukunda ni ke kunda adon ku kili wayente jahali molbe ni nyom be mba molbe ni nyo al hala ko le mba modol bi jaw waliya mere mol na tan no so wala doliya mere na ta jam bayi ta ndol la ku wala ta kundu kundu fo mol seri ya lon bi ja wallahi wa ma mol na ta kundu kundu la jamaale be gambia ni jante ma molu ka nyimbe wala kini karam wala kama fon na jamano
ما سيبو ميلا ياتي لنا في كنامة كيرو من باكو دي كنا في كنا سلامة مع بين بنسا على ينتون شفن لا نيو نيم فوتا ولا بكلا جيلة في انجاو بالي على ينتون الحمد لله رب العالمين كبالا كما كانوا من دندت يمون فجان أنت ميرو جنفا باك الميرو جنفا باك أي ميرو سمبا تتافو يزيد الرقاش ونين كبال نهول لمول فنانت أترتا كنين فافي ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت ثم يقول أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم من الموت الطالب والقبر بيت والتراب فراش ودود أنيس ومع هذا ينتظر فزع أكبر كيف يكون حاله من كبال مثال موت كيف يكون حاله يزيد الرقاش أترتا كجينا فافايا جمال بسلو كليل نيت بلوري جمال بسمو كليل نيت بلوري جمال بدنيا نينو كليل نيت بلوري دونك نيكما كايمنا فيرين ولكن هذا ما يجب ان يكون هناك من يكون هناك tumbol mum bi jeddo wala mi ikide fata nyohot banko wal mi la larawti tani ni mfebo be momi mbaturin waka mun batu in dunya nga nyam fefen nafa donc ko badu wal kondo al maaliyam bege ma ngina daaye ni na kello al maaliya ni jama jama itandin na siman jata kendiya kono haji jaro kono السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله ذو الفضل العظيم سكوني بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكون نصوري وتأييدي ويمزي لنا الهدى من الواسع الوخامي فهو النسيم أمير لدى سيري ومكسي وسيلتي حليما له وهو الحليم يمين بركة 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نكفو بي كنتم مسلما يالا كنتم ديرولا مورو تولا من كتا شهنا شيخ الهاز الغزالي سولي أنا دوغ نيما شيخنا شيخ الهاز إبراهيم سولي كمورو كنتم أني مدينة سواني بي قالا kanteya na la teria anala lamania ka kuta kuta yandi moro bulula kayitandala doron ko akanyimbanke nyami shekhna ye madina la karanta bat karanta bala madina walayatin nanko endana shekhun faqihun fa'iqun sanadun ورعون تقيون سليم الصدر من درن هذا الكرامات والآمال والفقراء حتى غدا بيته مناك كل زمن ولمي نألفابات الشيخنا شيخ إلهج إبراهيم السواني رضي الله تعالى عنه وأرحمه بل له أخ سنوه حبر مناقبه فات الحسار الذي فهم وذي لسد بر نسوه صدوق زاهد فتن ناهي المريب عن المملوء في علم تقواه باد لمن بالقلب ينزره من عينه لم تلح للدار ذي الفتن الله آتاه ما يرجوه من أمل في طول أمر وحفظ صحة البدن وقولا ninga ala tandun salta kilama sallallahu alayhi wa sallam mbebe mbalato melun horma ma balato mesuta horma ma balato me kar horma ma balato shekhna shekh muhammadu salim mbe wala bento mbe wala ziyareto ala la waliyo lado ko abuka long itilolu la ning ibota jele ikela do kuolu long abe ko min sene kun ko be nyana bari muslim wolu se kopie ni alfanu la ila do ku nya nyimalu la isi kopie ni alfanu la ila kuluru nya nyimalu la شيخنا شيخ محمد صالح يكو سبا اي ولا كالا بلوكو كو سبا وكو سبا ولا ممنت اي كرانديرو لا كي اي كلورو لا كي اي دوكو لا كي كرانديرو كلورو دوكو اي سبا اي بي وي kebe yambula molu man kuluro ke molu man karandiro ke molu ko ta do ko ta ni ya jibe bi societe la tinyanya abe tinyari nyami nyam fanamu me bela silo fanamu me beto abe tinyari tinyanya nyam nyam molu ma da da ba mustafa ne be ya wa suka ti ya maro ni ko mo abu ko ko ba dun ye kun tu yonna qur'an be ti nyari nyo ku mola ani nyo hasbi ya lula ni kitabo lu min ya lon ko ni woni yonne wonde ke ye karan du wonde ke ye kulur wonde ke pour wo taaji ka ni man wo valeur ke ko wolula ni kaba na societe ci balu balu na betola bare wolle societe yelana jamana ki na alhamdulillah rabbis samawati wal ardi wa rabbil alamin wa lahu al-mulku fi samawati wal ardi wa huwa al-'aziz al-hakim nakuma ko te siyala tawbanta
بلنا كما كون هذا فاسار ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت لكم كون هذا نفاسا ولكننا لنا قوم لي روح بري الفاظ العزيز صبر على هذا المصطفى العزيز صبر يتكون لنا ملك دا خيال ما ينبى صبلا لزيادته على لي يقول آية دارو نمانينا بولا دي لالا عن الحديث كلي آية بولو بولو علي رواية القرآن وقولنا إذا فرد رواية ملك دافع من اللنان بس قولنا محافظ اللهم على مجزينا المليم إذن إذا كان يوار حديث إن الله تعالى جميل فالسالة فتمنى لا يحب الزمان يحب عن يرعى عقر العلم أنا ولبني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من يرتد منكم عن دينه فسوف بفتح أولا على ليال إيمج السيري يفهم متى يفهم دويال أذلة على المؤمنين أئذة فوروا من بني نوسبلا لتدني كندين دونالو إكيبا فوتي دسوبي بانتور بنيار إكيبا كبار بل على ليال فاسالي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي من الآخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم لعنهم الله الذي جاء في الدنيا والآخرة بل أي منك أي من فردي وأعد لهم وأعد لهم عذابا مقيما إكايهن ما يهدم الإسلام إكايهن من أبوه من أبوه ذلة العلماء والله هي الفيان تنتهي الفيان ذلة العلماء دللنا لنتهي الفيان أبدا يلبو نعمه هم القرآن على ليه على ولا يلبو نعمه برسائل من بكيري زيدا على زيدان نيو سبا بكيري يلونا لنيو سبا نيويا يفان فيا يمون فيا يقول من يلونا لفيا برنجل وعد لهم عذاب من بانيا على فن يمهينا ممتد فيا مولونا بالله ليني في عالم سبيا إما جت هذا ولا يبيبود الحج باكر با شواني أبارك أنت متعامل أبالي تي أنت ربانغو بانغو كان سالا تالبو كرامي البرتغال نيالا تالبو لونجي إسبانيا نيالا تالبو لونجي فرنسا نيالا تالبو لونجي إيطاليا نيالا تالبو لونجي سويسرا نيالا تالبو لونجي
Angleterre nyala talibol longe Allemagne federal nyala talibol longe way wasa longe watuma mbakala assalamu alaykum kum tawtati alfal wal sabab natal alfal lakuma kana taw min kitan na khalifa bati sharif mulai aiba haidara kabirin kasa kaw natal ole kina kana futal na gawto nda alfisen haidara bi do lon je mbakali fatimu biya suwadina ole na futu ruma di suwani Alhamdulillah. Be alfa minna ngeeda mufawadi ba mustafa sila furukadiyam anyaru ko ifoli yamarna ila alfar bilani ikana allah salli yasab biadana yafura ni alfaru manu ibe kila ya rabbu qasim din la khalifa ba ngeeda bemadi sheikh bahai sallama ali sila ya rasul mafun ya rasul dewa ani ya rabbe furkana amabe khalifa ba mingena ba faramadi ay kanafa mingi bismole furkana be ya rabban karam mingi kanawti mandi han kafu umul wa ayki la walla nindo wa sheikh ahmad ali lokoto ma alhamdulillah siwala ba be ngondanta momon me ya rabbu ifolajam ni moyta e ibarata akle ni manda do le dunya ani arkiya wono ndelo ko ndo mo fatro wolo ni di ko insa ala ma mo ke ndo kalu hali ma ke mo ke ndo li e fasi ke mo ke ndo li ilo mo ke ndo kalu kaw bawo ni na alfa no ko ibarata la jene wolo ni wolo to ko e baraju sunu mala dunna aye mo ke ndo le ndo hali ko moy wala ko mare ko mare ni je basi kera ba bari wala ko ko ya baraju siya suran ko hafi ale ko do ko je ara ni lam do ko do ko je ko do ko fele ala mo ko le ko ko mare ay baraju su wa subhana allah do ko ya fu je aw isa fa ina afa la takhilla fa fi rahmani fajal man tuwa ni la fe yebe ya ya khasay ke mo ke ndo ni be soro la ni be min ala ko yo ke ter ko ma fam ma ni be nyaago ni be mo da be man na do soro la ko do mo ke na ka no e ka me ko ni e tu na ba ro wala ko do mo ko fa na ba bo ye ma be ni ko ke do ko nya la ni ma ba ra na ba ma tra ra bu ye mo si sa ra ni ba ro ni re mo la ko ni ye mo na fe ni mo na fe ma sa ra ka ko fi sha ba قالوا لم نكن من المسلمين كان لا يقول لن يسألوا في أبدا أن يبقى يمنا ويبقى كرنا لكم ويبقى لسانا ويسي في بابر أقول يا مبارك نيني نكا ديب ابن الله دي بابر فاتل جمانو عند بموت يكوى الله في يبا على مياتي كن نزيف قالوا بلا ترجع على نزيف فكذبنا وقلنا ما زلنا ويشي فوق يدير ابن الله دي بابر يمكنك يكيني نكا مؤمن يسقط نقوه كافر اما ابلش نفا الله كله اما ماكن ايقول منافقنا شيا ربنا ان كما دعونا لنا امسن وطلا اي ما نوا من يسنا نقول نقوه اما نقول ما اجاب الحديث ويبقون كل من فني يا ما كل من من ما يا هل من من وين نسيمو الدنيا لو الى ما رنا ويه منافا ولكم هو امام بارا يا نموي أسلامي مرباني
يقول في فكي هو مفرد الألم حقيقة السر سر السر كالدهر لأنه خير بسم الله كلهم محمد ابن عبد الله من تولد سر المواهب والأخلاق بالشيم سر الوجود وسر الكون من بارد لنوره امتداد اللون والقلم أقدم لمولده واطرح فيه ابدا ما لم يكن فيه اسلام فلا ترمي بلادة النور ميلاد لعزتنا فان تعظيمه فرض على الامم نملا ولا نتباهى بالرسول ومن بمثله سيرا في الام والاشم وكل من كان مغترا بقوته بدا له خدم ما تقام فأقام كي يبني ويسكر بما لا يسكرون ويتمتع بوعي أنيق وإدراك دقيق سمع حتى ما علت إليه الأعداء وسمع حتى ما علت إليه النفوس اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين وانتانو ولدن كلك يا مولا عن اللون ولدية لون عليهم ونعم أني يا ومن جمال فاجة الكفوية ولا من جمال من جمال الكفوية كما أنجاك من جمال ماني لا نيب لا صلى الله عليه وسلم نجل وفوكم ولا مروجيه فوكم ولا بلي خوفا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا ما سيتم بل تغيروا alaani ni faadiya ta le nyami ay lam do do bari ta ni do ko nan baraka tiya ro muti taw jafa kana mani soale ni ko jafa le ko mani soale ti le do hanne aya ta mo de ya muta biya mala biya muta ndara gawo ndara akel si ko si mana ko da na ti ngale بسم الله الرحمن الرحيم.
أو ما علمتم للحبيب محبتي
وطل قومي وتشوقي وحنيني أني لأحمد ما حييت متيم وله da beto ko janni mba fo dan kamira murta dal bari nimma fo ngalo ni la daga Allahu akbar ya qulub wal nabi ya ma janni dole la ko ko mo ya ka na sala sala ni ko ni man na ni ni
لا تقل لا نيران كفوي سيا بينك ما ميران كفوي وسياك بار نيران كفوي تمم منك كفوي وني كفوي ينورون بار يوم من دورون هذا كلام الله يبارك فيك من 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 أنا تبي ولا؟ أوه تبي. أنا تيجي يا تيجي.
hakini toli ni mu cha Abdallah yanda mai Allah jaar bana en ton ñun ñom jaar cha Abdallah mon ma lo cha Abdallah ya tabbi dabar sa Abdallah ya lan ana tamilla ñina mo ko lo ko ya ha da ko ko ka ni ak do ni wayna ko ba sama a jume la kiri hakilo tan ñinga ngami tan nabe fa ko da wala nabe ti ñan nabe mo makamu ma ko ba yo nabe mo makamu bi ni ñu bara wol ke ko abe wala da ko fa abe hi قال النبي مؤمن له وفر الله الله اكبر في السنه ابا ما دي مولا جيو لو كان قال ابو تشوكتي ابي لي لا دي ما دي لا 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 الله اكبر Boko me ka kanata Badu me ka kanata Nde ko ngi tan ngi nek maka fa ay kanata birin nyaanat birin nyaabo ita kan kay ta Na ko Wa la way bay Ta me wa ba ke la mar mul ko amanna Ara, ci siamo, 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 ci si
الخليفة الراشد مولانا الشيخ إبراهيم أتوقع أني في من دون أتانا فلا لم يكن لي موالا كمون يدرم بوسي وليس موالا كمون ولكن يابي mbali kondona mbeduala li binyin sidula bala fale insambana woto mbala fata ndoko ye karam ngwe muna tadale bay kamanta ka gwe ngayaman bedeyali ndaman de jamanta ngay ndaman de umbay de tay ndew ne ngay mbita dala han mbita bala siloko ngay bidiyeta alhamdulillah alay musaba min fatendema munammo betete keri ngayiram be min bale kole mo be ke ya biram min digi kewti ya miram min digi mo be kewti ali sinil lan ne muslimo muhammad nyote ibrahim nalam allah muslimo la ali nyilo muhammad nyote isa nalam muslimo le nyilo muhammad nyote nuh nalam dafin ma nyote muhammad nyote malaika allah يا دين جل الله
modon sofo mo nyante tambidi la kon tambidi la kon tambidi la ala mon dundo kula ala kuma katati ay dadu mo be kentadi son e kentadi bango e kentadi yo e kentadi yo mo me be kentadi bam e wona musulmon na fada na muhammad mustafa lamuy abe kuma fola hada madin dada kumut ngai ya ko kurmo si wolam ya ko famuri si wolam ni tebe muslimo be de ka kendila kuman din 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 benna ka ja kum fala mitam ko nyandin musulmo li yalon go kila le tamundi fo muhammadu be fo ko na le bam fo ndol fo muhammadu le di bam fo nganna dimun ke fatima du di le bam fo nge ke na khadija du di le bam na musoli ke wodi le bam fo dum ngam wurula le ke amina ta di le bam fo dum na duniya fo ndi muhammadu le bam ke ya be di adel allahu akbar ya be di adel be di adel alika kayro ni muhammadu alu ko muhammadu ni ala alike muhammadu sai boni be dai kidan muhammadu ladi alkan alfayoti alkana nyokom alka ka kampanyo kam alka ka sunnyola mo kana dimin kayra kilin folay kibaro bayinde wallahi be wallahi kitab kibar kiyode bani kam bana kibaro la hana min babula nemne mode kelete musulmo muhammad yonde dula nda yonde tarala dula na ko da kono lemmin nan kwambe musofu busidila aliyamuliki iblis ay muliki aliyamuliki iblis ay muliki al kullu dakari dum la ko lebta al takari dum tiya ni ñu ya tara tiñari ne ñu ne dakari dum tara tiñari anyada ya tin na ya kam kadi na malafi ala lay lebta balu e malafi ala lay lebta balu de da kila ko takhayyur min nutaj fa inna li irka dessa nimmo kendo li ele silo mudam o kurum be gudu ele silo le bebe kele kendo kendo te kende ala de mo kendo te kula min kende ala andi ma mira ko be min no kati watila ndeman beteya an ndeman beteya bandelam kaminna mole beteya ngamo kendo konule ngamo kendo kan mam fuba beteya ngamo furin kon ale hadama di umminda watan bidale jahannama baluram yiti yetere wom kana oluku tere wom kana oluku ala kuma alfumuye ala kuma lamsoye ala kuma lijimuliye ala kuma lasate ala kuma hadama jumbe arigana de unde sia mune atinna albe ya lon katti itemin kanula yake dimuti utiloti lola ke sana ni ma fa ta ke dimuti ni dimuno katti
am ko djé banko estancé musulmo li estancé binim futu watu ani kemu su kende fula luti ke kendo li futu musu kendo li musu kendo li futu ke kendo li manjala sa janas ni ni mosi da momenti be kelati momo ikai bediada ala musole bediada le momo ikai jawyada malum ala musole ya jawyandi wotuma nanna munandum al dundula mini ali dundula alam ala alam munne bige min be samat dadala al kanalo min bige mi yete nyabu nyaay fen fen je nin hajilo man dundula to ya be tinyala nyaay fen fen je nin hakilo man dundula to yi abi hakile ma tinyal al mansila mul al mansila li sila ala waratale yiridin kilen dunya be bole toro kono te ngaki alala adama ya domo amanyanna domo la dunya be bole toro kono al be kawari mul nimbi edala soso de kawe famma ila muso tinyate idatije idimu tinyate idatije ila korida tinyate idatije la sate tinyate idatije mona almu beke ala tade wala bi an nabara at tente kunna li kula de kunna pe mula li ngal ala alangatu ala bulu alangatu ala bulu muna hakiro ya dila kukilinna la nini ndiro kala mune batin nembe ala sotofa lando ya dila kukilinna la nini ndiro kala mbe ala sotola mune kule la moya ya dila kukilinna la nini ndiro kala foisi moya se wonde lakire kana sunundi ge foisi moya se wonde dune kana sunundi ala mamoko bari momi ya fankum wakati momi jalar wala na joji hanno ba Allahu alaihi mokan ba Musa fankum ala li fankum ali dum kula ali yalon ko nim benkela ala tedi male al kana dum kula mi ya balam ko balni ala ku yandila ni ala ya seneni hanmi ya miral notal be sene ala sala do su yo ala muhammad mustafa min yini yinda so ko amila Allah subhanahu wa ta'ala exprimons notre profonde gratitude et adressons nos félicitations à l'ensemble des fidèles qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette commémoration de la disparition de Cheikh Mohamed Salim Souane, fondateur de Medina Souane. Au nom du Khalif Général, El Hadi Cheikh Abdoulaye Bakar Amba Souane et l'ensemble de la famille Souane, nous adressons nos félicitations les plus sincères à l'endroit de son Excellence, le Président Macky Sall. Représenté ici par le gouverneur de la région de Sédou, à travers lui, nous saluons
toute la délégation qui l'ont accompagné ici dans la cité religieuse de Medina Souane. Le Khalif général m'a instruit de vous transmettre ses salutations. Les plus sincères au président de la République qui a séjourné pendant une semaine ici dans la région de Sédou. Nous avons très bien toute l'activité que vous avez menée, des mouvements, des va-et-vient, mais cela ne nous a pas empêché de venir assister à cette cérémonie officielle consacrée à la commémoration du 50e anniversaire de la disparition de Cheikh Mohamed Salim Souane. Le Khalif adresse ses sincères félicitations au gouvernement du Sénégal, au président de la République, aux autorités administratives, politiques de la région, pour l'effort consenti dans le développement et le soutien quotidien aux besoins de la population. Medina Souane, sa cité, depuis l'avènement du président de la République, il a rappelé hier, nous avons assisté à la réalisation des infrastructures aujourd'hui qui ont impacté fortement sur les conditions de vie de la population. Il s'agit de l'électricité, il s'agit de l'eau, l'hôpital, le poste de santé de Medina Souane et avant l'arrivée du président, le poste a été doté d'une ambulance médicalisée de dernière génération. Ce qui est possible et réalisé à Medina Souane l'est aussi dans d'autres contrées et dans d'autres cités. C'est pourquoi le Khalif ne cesse de remercier le président de la République et prier pour le Sénégal de paix et de développement. Car mon père compte Kabé et Kabé Kali. Khalif général Otora Ninkeda El Hach Abdoulaye Bakaramba Souane Tora. Minketa Medina Souane Ziyare Nyena Sanyita Mdouru Ma Ziyare Kera Ka gouvernement Tendu Milyar Mkwe Tone Nata Kamansa Le Pesant Dega Mwode Yaro Neko Nisemen Oko Ninde Kamita Nipa Boga Ka le Président de la République Minketa Maki Sati Aye Kirinu Kenya Nisee Nipa Boga Wodin mawfulani administratoro ina tani nare baromeka kalifu akilo kana kedamwaro kedamwaro kaida niko chante kule kule mewa kani siyaka kalifu ni barumi ya dunia dandro wana population kenyani kalifu baro kaida ni kuwelewa na anale delegation demuwe kwenye président de la République au Tendu, n'ayez pas pour le président de la République au Tendu, Sénégal avec le président de la République au Tendu. Parce que Brim, Marina Sade, Jamal et Napoli, parce que la famille n'a jamais pu le président de la République au Tendu. Président de la République, le gouvernement du Sénégal a aussi le bien réhabilité. Wokama la Kalifoka a tentura abadei la fanfa. A l'indoua, au nom de l'Union, à l'imprésidence, il y a eu des noms à la tentura gay.
Que j'ai bien voulu livrer à l'assistance. Il prie pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal où tous les fils et enfants peuvent s'épanouir dans la paix et dans la stabilité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.